يعطيكم العافية. أهلين. الله يعافيك. شو في عندي بريد اليوم يا ترى؟ اسمعوا اسمعوا شباب هالخبر الهام. خير إن شاء الله، شو كاتبين؟ عم يقولوا ستشكل لجنة قريباً على مستوى كبير من الأهمية لدراسة واقع المهندسين وتقديم الاقتراحات بخصوص تحسين وضعهم المعاشي. إيه سيدي اسمعوا سطح، هالحكي منه كتير. قلتك كله حكي جرايد. صدقني يا كمال، طالما هالشغلة فيها لجنة ودراسات وأخذ ورد وعطى معناها ماتت. ماتت وبس؟ قولي شبعت موت ولا تخافي. شو رأيك صبحي؟ شلون؟ أنا رايح على البوفيه، بدك شيء؟ لا، سلامتك. الله يسلمك يا رب. فظاع على هالزلمة شو بخاف. فعلاً، دائماً مرعوب مقطوع قلبه وما بيسترجي يحكي حرف واحد بالسياسة. طب ليش هيك طبعه؟ من شو جايته هالحالة؟ هيك خلقت الله، هذا مواطن سوبر مثالي، هيك جاي تصميمه من الوكالة. يا سيدي فقت لك بنص الليل على صوت ونش، طلعت من الشباك واقف في ونش عم يسحب لي السيارة. اوف، وليش ليسحبوها؟ ونزلت لك كرفتي على الدرج بهالبيجامة بنص الليل، قلت لهم طولوا بالكم شباب، يعني ليش عم يسحبوا لي السيارة؟ ايه، وشو قالوا لك؟ سألوني إذا المعجونة على السيارة قديمة ولا جديدة؟ قلت لهم طبعا قديمة. أما صدقوني وقال بدهم يشحطوا السيارة ليشوفها خبير ليعرف إذا قديمة ولا جديدة. أنا ما فهمت، أنت ليش عم يسألوك هالسؤال؟ وأنا مثلك استغربت بالأول، بعدين عرفت في سيارة ضربت سيارة سيادة الباشق شخصيا وهربت. أوف، شو هالحكي؟ سيارة سيادة الباشق شخصيا؟ أي نعم، وأنت بتعرف وضع الباشق بهالبلد، ما حدا بيقدر على زعله بنوم. يا طبعاً طبعاً. ولها الشيء قال بدهم يفحصوا كل شيء في سيارات معجون تجديدة، وإذا ثبت هذا الشيء معناتها صاحب السيارة متهم لأنه السيارة مضروبة جديد. يا حبيبي على هالسيران. إيه وإنت شو صار معه؟ يا سيدي سحبوا لي السيارة وأخذوا لي إياها على ورشة البخ، بخ السيارات. يا لطيف على المنظر، في شيء أكثر من 40 سيارة ناطرة دورها ليفحصها الخبير. وإنت ما فحصوا لك سيارتك؟ يا سيدي ما اجى دوري للصبح، بس الحمد لله طلعت النتيجه نيجاتيف، يعني المعجونه قديمه، واطلقوا سراحي الصبح انا والسياره. اما فعلا قصه غريبه وعجيبه. غريبه وبس، إيه قسما بالله لو حدا حكى لي هالقصه ما كنت صدقته. فظاعه يا رجل، إيه شو العالم دبان عنده لحتى يفيقوهم بنصاص الليالي لانه سياره سياده الباشق انضربت؟ طبعا لازم يفيقوا العالم لانه جنابه انزعج كثير، وما بيصير حدا يزعج جنابه. لك أخي شو هالحكي؟ نحن بحياتنا ما بنصير، طالما بالبلد في مثل الباشق وأمثاله معناتها على الدنيا السلام. إيه والله معك حق. لا والمصيبة إنه نكتار كتار كتير، وكل واحد حواليه شي 20 زلمة من العوينية والمحاسيب. لك أخي عوجة عوجة وبدها تضل عوجة. ولك يخرب بيتهم وينك تكرارهم على هالحديث اللي فتحوه؟ قسما بالله ما خلوني اتهنى بنفس الارجيله، يعني ما لقوا يحكوا غير على سياده الباشق. العمى على هالجراه والوقاحه، العمى قسما عظما. اذا حدا سمعهم عم يحكوا هالحكي ووصل هالحكي لسياده الباشق لحتى يفرمهم فرم. شوفي شوفي، اوعى تتحرك من محلك. لا تتحرك، عم اقول لك اوعى تتحرك. ما راح يتحرك، اوعى تقاوم. ها ليش قدران قاوم؟ الله يصلحك. من جدار الى شجره، من جدار الى شجره، العصفور داخل القفص، العصفور داخل القفص. نجح الكمين، حول. مين العصفور؟ انا. امشي معنا على السياره يلا. لوين بدي شرف؟ انتو مين؟ امشي معنا هلا بلكت الحكي يلا. من جدار الى شجرة، من جدار الى شجرة، انتهت المهمة، حول.